ماذا ترك الغزو الأمريكي وحكومات الأمر الواقع للعراقيين غير القتل والدمار وفوضى السلاح؟ فما زال الحديث عن سرقة قنابل عنقودية في البصرة الشغل الشاغل للمواطنين، فهم يرون أن خلف الحادثة تقف إحدى فضائح الفساد الأمني والسياسي الذي ينخر جسد العراق. القنابل العنقودية المسروقة جمعت في حاوية من قبل فرق إزالة الألغام في محافظة البصرة، لكن الحاوية اختفت في ظروف غامضة. هذا ما أعلن عنه قائم مقام قضاء الزبير عباس ماهر، موضحا أن إحدى الشركات المختصة بإزالة الألغام قدمت بلاغا بفقدان حاويات فارغة وحاوية تحتوي على أكثر من 100 قنبلة عنقودية فعالة في صحراء الرميلة. السلطات الأمنية سارعت لنفي خبر سرقة القنابل، لكنها دخلت في تناقض مع تصريحاتها بعد إعلانها حالة الإنذار القصوى بحثاً عن القنابل، وهو ما يظهر تخبطاً واستهتاراً بحياة المواطنين، ويطرح تساؤلات عن هوية من سرق القنابل، وأياً كانت هويته فالثمن سيدفعه أبناء العراق، فهم من يعيشون في فوضى أمنية ويقتلون بسلاح الميليشيات، ودفع الآلاف أرواحهم ثمناً للعيش بين الذخائر العنقودية والمخلفات الحربية.